السلام عليكم. بداية خليني أطمنكم، أنا قاعد بسوق ومش بطلع على الكاميرا، بس بتحب أحكي هالكلمتين. الأسئلة اللي بتوصلني دائما بحب أجاوب عليها بفيديو، لأنها بتكون كثير جاي نفس السؤال نفس النمط. اللي بدي أقوله، أكثر سؤال بيجيني هالأيام، أنا حاب أروح على أمريكا، تنصحني ولا لا؟ أنا بدي أغير حياتي، بتنصحني ولا لا؟ أنا معي الشهادة الفلانية وبأشتغل بالمحل الفلاني وبدي أطلع على أمريكا، بتنصحني ولا لا؟ شو بتنصحني؟ أنا عندي خبرة شغل عمل بأي مهنة وبعرف أسوي كذا 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 وبدي أطلع على أمريكا، شو بتنصحني؟ يا جماعة الخير الله يرضى عليكم، أنا متأكد مش لحالي هذا السؤال بيجي، شو أنا متأكد إنه بيجي لناس غيري كمان عايشين في البلد أو عايشين في أوروبا نفس السؤال. صحيح إنه موضوع مكرر بجوز نوعا ما، ولكن برضو الأهمية خلينا نحكي فيه. أنا ما بقدر أعطيك الجواب الصحيح، ما بقدر أنصحك تيجي ولا ما تيجي. أنا بشجع أي إنسان عنده طموح، بشجع أي إنسان بده يسافر بده يروح بده يجي، حتى لو بنفس البلد بيروح على مدينة ثانية، يعني ما عندي مانع، ليش لا؟ بنصحك يكون عندك طموح، ولكن في عوامل أنا ما بعرفها. لا تبني مخططاتك علي أنا أو على نصيحتي أو نصيحة غيري، ما بنعرف، ما راح نقدر نعرف نعطيك الجواب الصحيح. أنا يعني بديش أتحمل مسؤولية أو مثلا أتحمل ذنب، مثلا أقول لواحد اطلع وروح وتعال وسوي ويطلع مش ضابطة معه، طب أنا مالي، أنا ليش أنا أحط نفسي بهذا الموقف؟ هسا أعطيني عوامل ثانية، أعطيني مثلا مؤهلاتك قدراتك، أنا ما بعرف مين أنت، عاد المؤاخذة يعني أنا بتشرف فيكم، بحب أسمع الأسئلة، بحب أجاوب قدر المستطاع، ولكن خليني أقول لك الشغلة، بعرفش قديش أنت يعني تستوعب الأشياء، مثلا نسبة ذكائك، ما بعرف شو إنجليزيتك، ما بعرف قدراتك المادية، ما بعرف قدراتك الاجتماعية، هل تقدر تغير بيئتك جذريا من 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 بلاد عربية لأمريكا؟ ما بقدر أقول لك تعال أو ما تجيش. في ناس ما بتصح لهم هون، في ناس كويس يجوا لهون، يعني هذا الشيء يعني صعب علي أنا جاوبه، وأي إنسان ثاني يعطيك جواب لا تأخذ منه 100%، هاي ما في شيء اسمه 100%، بدك تكون ذكي بس تأخذ بعض النقاط اللي تفهمها. يعني خلينا نقول الشغلة، مثلا إذا ما عندك شغل وما عندك مستقبل والأمور مسكرة بوجهك، يعني تعال طبعا ليش لا، جرب حياتك هون بالخليج بدول عربية ثانية أوروبا، ليش لا، روح شرق آسيا، أي مكان تقدر تحسن من حياتك من وضعك، أنا بشجعك، أنا بالعكس أنا بحترم اللي بحب يحسن من وضعه، ولكن أنا ما بعرف ظروفك، ما بعرف شو أنت تارك وراك، متزوج، عندك أولاد، عندك وظيفة، عندك بيت، عندك شيء، عندك ولا ما عندك، أنا ما بعرف، فصعب علي أجاوبك هذا السؤال فقط في رؤوس أقلام، تبعت لي أنا تشوف أجي ولا ما أجي، تنصحني ولا لا، ما بقدر أقول لك لا أو وصلت الفكرة؟ أنا متأكد في ناس كثير غيري بيوصلهم هذا السؤال، أنا متأكد هذا الشيء. طالما أنا كلمت هالموضوع هذا، خليني أجيب شغلة ثانية، يعني وأنا جدا يعني بحترم الناس اللي بحاولوا يأخذوا رأيي وبقدر رأيي، وأنا شكرا لكم، يعني شكرا على الثقة. مثلا لما يكون واحد عنده وظيفة وبيعمل مبلغ وقدره في بلد وضعه كويس وعنده يعني قاعد في مكتب وشغل إداري مثلا، طب ليش بدك تيجي هون؟ ليش بدك تترك كل هذا وتيجي على أمريكا؟ يا عم تعال زورها شوفها، خد لك زيارة اتفرج، بس أول زيارة ثاني زيارة حتى مش راح تعطيك يعني 100% الفكرة المضبوطة عن هاي البلد. اللي يعني أنا بصراحة بآمن في مبدأ اللي يعني عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة. هسا إذا إن مثلا مهدد إنك تترك شغلك، مثلا معطينك مهلة تترك الشغل، هاي الوظيفة راح تخسرها، يا أخي شيء ثاني فكر في حلول أخرى، ماشي ممكن يكون في منها أمريكا أو أوروبا، ماشي أنا ما عندي مشكلة فيها ولا حتى عندي مشكلة إذا ما جيت، أنا بالعكس بشجع، ولكن لما يكون في عندك حياة ومستمرة ومستقرة ليش بدك تتركها؟ ليش بدك تبلش من الصفر؟ لا تنسوا لما تيجي هنا راح تيجي أي فيزا، ما معك أوراق قانونية تشتغل فيها، راح تشتغل شغلات عادية عند فلان وعلان، موظف هون ولا هون، يعني عدل مؤاخذة عمالة كمان، يعني كنت تشتغل في محل مطعم، في سوبر ماركت، في محل سجاد، أي شيء، مش راح يكون هذيك الوظيفة اللي أنت بتكون تدور عليها، بدك تبلش من الصفر، طالما عندك إشي أنت أوريدي، ليش تتركه؟ ليش تتركه وتبلش من جديد؟ ليش تتركه وتبهدل حالك عفوا بالكلمة يعني، وتبهدل عيلتك وراك؟ بعدين أنت غير قانوني تشتغل في البلد، لو اشتغلت هون لا سمح الله وحدا مسكك أو حدا وزع عليك، شو راح تسوي؟ أنا ما بحب أطول هالسوالف هابة، بس أنا بحاول أغطي قدر المستطاع، قدر المستطاع.
طبعا انا مشان تعرفوا ما بطلع على الكاميرا، مشان انا منتبه على الطريق وهي صرت واصل مشواري، فبدي اختصر واقول لكم على السريع. اللي حابب يجي هالبلد حياه الله، ولكن احفظ خط رجعه، ارجع اتفرج، شوف، قيم لوحدك. تعرفش اي بلدك تروحها، فكر بالمناخ، فكر بالجو، طبعا فكر بالغلا، قديش غالي مش غالي، هل انت قدراتك كويسه بالانجليزي او لا، حتى لو بتحكي كويس انجليزي، يعني لا تعتمد ان الناس راح تشيلك تحط على ظهرك، حتى لو واحد قال لك تعال علي وانا وبشيلك بوديك، يا سيدي بارك الله فيه، ولكن كل واحد عنده مسؤولياته، كل واحد عنده وقته ضيق، كل واحد عنده شغله، مش راح يتفضلك 100%. فرجاء اذا حابب تسأل هذا السؤال فكر أكثر من هذا، يعني إن شاء الله أكون شملت أنا، واللي عنده جواب يزيد علي والله يا ريت، مشان يمكن أنا مستعجل ونسيت كم نقطة. والتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق، وأنا حاضر أي وقت تحب تواصل معي، أنا على عيني وراسي، بتشرف فيكم، ولكن اعذروني إذا بتأخر بالرد لأني أحيانا بكون مشغول. السلام عليكم.